حميد ممكن تخدمنا الحدث ديال اليوم؟ الحدث ديال اليوم هو 2 أبريل، هو اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد. هذه كتجينا فرصة العالم كله كيحاول يشارك فيها، خصوصا بإضاءة الأضواء الزرقاء. احنا بالمناسبة غنشكر جوج الناس على الأقل لائحة طويلة وساهموا فيها أكثر، هما الصحافة لأن كان كورونا حاجز أننا نوصلوا للجمهور، فأنتم غتكونوا الواسطة الخير اللي ممكن توصلوا هذا التحسيس للعموم المواطنين والقنيطريين. فشكر لكم وشكر حتى المجلس البلدي اللي نستاجب بغا ينخرط في مسألة ديال إضاءة الأضواء الزرقاء في البلدية. هي الآن بقرها بدأت كتخدم، هذا تقليد كيدار على مستوى العالم أن جميع الرموز المدينة والمعالم الكبيرة الأساسية للمدينة يكون فيها إضاءة باللون الأزرق كرمز لهذا اليوم هذا. حمد ممكن تكلمنا على العدد اللي كيتواجدين الأطفال المتوحدين في مدينة قنيطرة والمغرب ككل؟ إذن بالنسبة للعدد ديال الناس التوحديين أو مصابين باضطراب التوحد في قنيطرة ولا في المغرب، للأسف أن ما كاينش إحصائيات رسمية دقيقة، كاينة تقديرات. التقديرات اللي كاينه كتعطي في المغرب ان هذا هو المعدل، ولاده واحده من كل 90 ولاده 80 وحده فيها كتكون توحد. اذا عندنا 90 ولاده واحد فيها كيكون، اذا وغنقيسوا عليها فنقدروا نخرجوا الرقم من خلال هذه النسبه. على مستوى العالم الاحصاء على المستوى العالم كاينه اقل، كيقولوا كل واحد من 59 ولاده على الى حسيتي لا موين المعدل ديال العالم، ولاده كل 59 ولاده وحده فيها راه توحد. هذا كيخلينا اننا نردوا البال، نوجهوا الانظار لهذا الموضوع ويكون تدخل ديالنا مبكر. كيفية التعامل ديالكم مع الاطفال المتوحدين من مدينه قنيطره خصوصا جمعيه بلسم؟ اذا بالنسبه لبلسم داكشي هنا شكرا، غادي نعرج على بلسم. هي واحد مجموعه اباء وامهات اللي عندهم وليداتهم عندهم التوحد، السؤال الجمعيه باش الهدف النهائي هو تحسين جوده حياه التوحدي. فاذا هذا هو بشكل عام. هذه اللي فصلنا فيك عندنا مثلا كيما الخدمات اللي كان ممكن كنوفروها لوغطوفوني تقوي من النطق، عندنا ورشه ديال التغذيه، هذو انطلقوا واخا حنا كنعتبروا راسنا باقي جمعيه جنينيه يلا تاسسنا في 2020، ولكن عندنا انطلاقه خصوصا من كنا حصلنا مؤخرا على مقر. بالمناسبه هذه كنوجهوا الشكر مره ثانيه للمجلس البلدي اللي كيوفر هذه المساله. فكاين هذه الخدمات هي اللي ممكن تحسن الوضع ديال التوحدي، خدمات النطق، وباقيين غادي نطوروا خدمات اخرين في الافاق بشراكه مع متخصصين، بسيكولوج مع بسيكوموتريسيان دي زورتوفونيست وهكا. استاذ حميد بعد كنتي كتدردش مع ام ديال طفل وسمعتها كتقول بان الاجواء ديال كورونا كانت ليها واحد لمسه ان الابن ديالها قدر يتكلم واحد شويه، شنو تقدر تقول فهاد الشيء؟ زين، هذا داكشي هي نعمه وسط نقمه. نعم، في الكونفينمون حيت التوحد جزء من العمل اللي خصو يدير هو، حيت شنو هنا انا نديرو تعريف بسيط ماشي مختصر للتوحد. التوحد هو التوحد اللي عنده جوج مشاكل، عنده مشاكل في التواصل الاجتماعي وهذه مفرعه منها بزاف ديال المسائل، وعنده حساسيات دوك هاد جوج حوايج. مشاكل في التواصل الاجتماعي هو ماشي غير التقط الاشاره اللي شافك مغوبش ما غيفهمش شنو مغوبش، الا شافك كضحك هو تيعرف غير تيش في الحركه، الجسم مجبد غير الفم مجبد شي شويه هكا راه تيقرا. فهاد الاشكالات في التواصل الا كتفنا التواصل مع الوليد وكنخدموا معاه، وهذا هو الدور اللي كيدير لوغطوفوني والبسيكولوج، هو تيقول لك كيفاش خدم مع ولدك. فاش كنجلسوا في الدار وتنجلسوا نطوروا معاه كتكثر العلاقه بيني وبين الولد. دابا شي تنعاود لك راه تجربه خاصه ديالي راه جزء منها. فاش كنكثرنا وليت عندنا رسمي عندنا ساعات خصنا نخدموا معاه كنخرجوا نقولوا له هذه، نقولوا مع المده تغيرت. دابا ديك الشهر الحمد لله هذه السنه قدر يدخل يتدمج بشكل عادي في المدرسه بدون اي مشاكل بدون مرافقه. فكانت السيده اللي عندها ابنها توحدي في الكونفينمون خلاها تواصل معاه بشكل قوي اكثر، تقربات له وحتى العلاقات كتشوف كيفاش كيضحكوا كيفاش كيهضروا كيفاش، وعاد باش كيقدر يتاثر ويلتقط بعض الام، حيت خصو انكادغومون مستمر، تاطير مستمر للتوحدي. الا غفلتي عليه شويه خصوصا في الصغر كيقدر يتقوقع. فحنا اش كنديروا العمل ديالنا هو ما نخليوش يمشي ديك القوقعه على راسه، تنخرجوه. فالكونفينمون كان جزء من هذا، كان عنده هذا الحد، وكان الحد الثاني هو الوليدات كيبغيو يخرجوا تنخليهم غير في الدار، ولكن كانت هذه النعمه ديال ان نتواصلوا بشكل قوي مع الناس. كورونا كانت واحد السبب اللي خلات الام والاب او العائله ككل تقرب للابن ديالها، يحقوا التواصل مع اولادهم اكثر. فعلا اذا شنو هي ابرز المشاكل القانونيه اللي كتواجهوا في العمل ديالكم؟
من المشاكل اللي سنلقاوها في يعني القانونية. القانونية بطبيعة الحال احنا الآن عندنا واحد الهم اللي هو من الهموم هو الترافع. إذن هذا الطفل التوحدي خصنا الآن كاين عندنا ديك البطاقة ديال المعاق اللي هي بطاقة إلا تعطات لها الطفل التوحدي واللي عنده حقوق وهذه الحقوق بطبيعة الحال حقه في التربية، حقه في التنقل، حقه في الترفيه، حقه في يعني تكون عنده واحد بالنسبة للأسر التي تعاني من الهشاشة إذا كان عندهم واحد دعم مالي عن طريق هذه هذا الحق اللي هو حق قانوني خصو يتعطى ليه بطبيعة الحال فسيخفف من المشاكل التي يعاني من الطفل التوحدي أو الشاب التوحدي. كاين عندنا كذلك هؤلاء الأطفال كاين واحد الفئة اللي أنهم متيحة تيخرجوا من المدرسة في وقت مبكر رغم أن القانون أنه تسمح هناك مذكرات ديال وزارة التربية الوطنية مذكرات وزارية فتحث على إدماج هذه الفئة لكن نتفاجأ بعض السادة المديرين البعض ما لاقوا الكل البعض أنهم يرفضوا الاستقبال ديال الأطفال في المدارس وطبيعة الحال هذا حيف في حق هؤلاء ونحن سنترافع وسنطالب دائما بإدماج هذه الفئة في المؤسسة التعليمية والتعليم هو التربية هي حق من حقوق أي طفل. أستاذ ممكن مستقبلا أو نقدروا ندمجوا هذه الأطفال في ريادة في أي ريادة معينة؟ الحمد لله انا تنعرف اسر بحكم اشتغالي في هذا الميدان كاين اطفال اللي هما توحدين ولكن عندهم يعني قدرات خارقه في مجال ديال السباحه في مجال الجري في مجال ديال الرياضه بالكاراتي اذا عندهم وحقوا القابليه مهمه ماشي فقط على مستوى الدراسي ولكن على المستوى الرياضي حقه يقال على ان ميسي انه توحدي ويقال على ان يعني اينشتاين هذه بعض الاقوال اللي تتقال إلى أي حد أنها صحيحة ولكن يقال على أن الطفل التوحدي عنده قدرة خارقة وشنا يعني واحد الأفلام وثائقية كيف أن أطفال التوحدين عندهم قدرة على التقاط ما هو بصري والرسم دياله واحد سرعة فائقة وكاين عندنا في كاين أطفال توحديين اللي أنه الحمد لله يعني أنجزوا ما لم ينجزوا الأطفال بين قوسين العاديين. إذن أستاذ كرة القدم فهي كرة عالمية وكل نعم. كيبغيها نعم. النساء ولا نعم. الرجال ولا كل شيء نعم. ممكن أن جمعية بلسم تكون واحد الفريق من هاد الأطفال المتوحدين. إحنا الآن إحنا غادي نتدرج الجمعية هي جمعية فاتية لم تكن يلا كملت السنة ديالها إحنا عندنا البرنامج عندنا مجموعة من البرامج عندنا برنامج رياضي إحنا الآن تنهيئوا له عندنا برنامج ديال التغذية شهري عندنا برنامج ديال ترويض النطق ندخلوا برنامج ديال ما هو حسي حركي وداخل فيه هذا الجانب الرياضي الوليدات ديالنا راه عندهم مؤطرين رياضيين انهم تيتابعوهم بطبيعة الحال احنا سننفتح على وزارة الشباب والرياضة باش تعطينا ملاعب وتعطينا مسابح وتعطينا فضاءات باش نكونوا هاد الوليدات ويعاونونا المؤطرين ديالهم ثم يعاونونا من اجل دمج هاد الوليدات في المجتمع ومن اجل تنمية القدرات ديالهم لا الذهنية ولا الجسمية كذلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.